الوزير ورئيس الجلسه. نعم صافي ابري بداو عاوتاني كيدخلوا وحدين اخرين صافي تاع الشبكات اللي كيتسمع فيها شي زوين عندك الشبكات راح نحن راه طوندونس ويب مع مراد العيساوي اللي بالموازات مع الدخول الجامعي في كليه الطب والصيدله اللي 99% ما جاوش فيه كان دخول البارح البرلماني اول جلسه من بعد الجلسه الافتتاحيه اللي تراسها الملك محمد السادس بخطاب ملكي يوم الجمعه البارح. البرلمانيين رجعوا لمقاعدهم مراد بحيويه ونشاط. طوندونس ويب شنو وقع؟ ما علينا ما بينا جالسين ما علينا ما بينا كنشوفوا الدخول ديال البرلمانيين كيف ما قلتي في اول جلسة ديالهم حتى نط مع ما بيناتهم مع الرئيس ديال على شي موضوع على شي ملف على شي أزمة على شي مشكل كان نقاش مع الناطق الرسمي مصطفى بيتاس مني جا بقات بحال شي نضر شويه على البرلمان وايضا وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان. نعم كيفاش خاصنا نتعاملوا فيه كيفاش خاصنا نطبقوا القوانين فيه الى اخره ما عجبهمش الحال ما الرئيس ديال الجلسه ما عجبوش الحال قال لي زعما ما جاوبنا على الاسئله ما تنضير في البرلمان محاضرات الى اخره ما باغينهمش دابا زعما عطيني جواب على ما بين الوزير ورئيس الجلسه. نعم صافي ابري بداو عاوتاني كيدخلوا وحدين اخرين صافي تاع الشبكات اللي كيتسمع فيها شي زوين عندك الشبكات راح تولي حن راه بصح الشبكات كريم حن داكشي اللي كيتسمع راه ديال الشبكات نتي سمعوا هادشي اللي وقع راه في البرلمان. ابطال الحضيض كتبطل الحضيض ما قابلين لا قانون لا والو والقانون انا كنطبق عليك وعلى اقرانك كنطبق عليهم القانون. انا طرحت شنو غنميع انت اللي ميع رئيس والرئيس فين رحنا السيد الرئيس والرئيس والنايب كتجيك غريبه لان ما كتعرف لا قانون لا والو انت هذا علاش كتجيك هذا علاش كتجيك غريبه لان انت مولف ما عندك حتى حدود هذا علاش كتجيك غريبه. انا اتكلم بالقانون وانت كتجيك غريبه انت تجي تهضر لي في الشرق وفي الغرب وفي كذا ونخليك باش تكون انت على خاطرك ايش نقطه نظام النظام كتخرقوه انتم الاغلبيه عاود غتجيبوا لي التغول وديروا قولوا هذا عاود نفس الشيء لن ارضخ لتغولكم لن ارضخ انتم تدوسون على القانون انتم وانتم ما باغين حتى شي حاجه يؤطرها القانون ما باغين حتى شي حاجه يؤطرها السيد راه ملي كتجي كتشوف كريم يعني مجلس النواب وكذلك نحن ما باغين شي حاجة كيأطرها القانون أنه يرى بأن الأغلبية ترى نفسها فوق القانون والضوابط القانونية بما فيها البرلمانية وهذه مسألة خطيرة جي من شخص مسؤول. نعم من فعل سياسيين كاين فيديو آخر عاوتاني ديال الناطق الرسمي باسم الحكومة حتى هو في داك مني بغاين الدار إلى آخره وشنو غادي يقول لي تاني شطيبي اللي هو النائب الثالث للمجلس النواب. هذه المؤسسة مبنية على التعاون والتكامل والتوازن جيد جدا من هذا المنطلق غادي نبدا هذه المداخلة ديالي ولا سمحتوا لي فقط بما أنه كانت مداخلتين ولا ثلاثة تكون شوية الأريحية في ضبط الوقت باش نقدر نجاوب على القضايا اللي مرتبطة بعلاقة البرلمان بالحكومة. أولا جميعا داخل هذه القاعة نتفق بأن هذه المؤسسة التشريعية هي ملك للمغاربة وطبعا حينما تحضر الحكومة فإنها تحضر من أجل توضيح مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين ولا نقل حرصا عنكم سيد الرئيس ولا عن أي طرف آخر كيفما كان عن يعني انتماؤه في حرصنا على هذه المؤسسة والأدوار ديالها. دابا الآن نبدأ بالنقطة الأولى اللي ترتيها السيد الرئيس قلتي بأنه أنا أرفض جيد جدا أن ترفض ولكن إذا رفضت في المرات المقبلة ما فيها بس تكتب لنا حيت حنا كتبنا لك كتب لنا وقلنا أرفض قبل الجلسة وأنا ذاك سوف نتفاعل مع هذا الموضوع بكل ما يليق في إطار المؤسسات الموجودة في البلاد واللي كتأول النظام الداخلي وكتأول
القوانين المؤطرة للحياة السياسية والبرلمانية في بلادنا، لأنه إلا كانت عند الحكومة الحق أنها ترتب القوانين، كيفاش ما يكونش عندها الحق أنها تطلب استثناء حينما يكون هناك عائق يعيق حضور أحد الوزراء؟ نجي للأسئلة الشفهية باش ما يتقالش حضور الحكومة من عدمه. أنا نتمنى في الأسبوع المقبل نجي إن شاء الله ويطرح لي سؤال حول عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عليها هذه الحكومة، تتجاوز بكثير الأسئلة التي طرحت خلال الولايتين، ونبحث في الأرشيف ونجبد الولايات السابقة. السيد الوزير نحضر السيد الوزير السيد الوزير. كان واحد الجدل كبير كريم في هذه القضية ديال الأسئلة الشفهية ديال الحكومة الحالية، العدد ديال الأسئلة اللي جاوبات عليهم من العدد كامل ديال الأسئلة اللي وصلوهم، كان جدل كبير مؤخرا على هذه النقطة. ومن حقك أن تجيب على نقطة نظام، لا أن تلقي عرضا، لا أن تلقي عرضا على كل ما له علاقة بين البرلمان والحكومة. كمل الوقت السيد الرئيس، راه جوج دقائق هادي باغتك، عندك لا جواب غير في دقيقة، عطيتك جوج دقائق تفضل. للأسف كريم ملي كتسمع هاد النوعية ديال النقاشات، نورمالمون خاصهم يكونوا هما في البرلمان كيناقشوا مشاكل ديال المواطن وكيقلبوا على حلول إلى آخره، كتلقى هاد النوعية ديال النقاشات وديال المخاصمة إلى آخره، ما حتى المواطن ما كيبقاش يثيق. حتى المواطن شي ولشي يقول لك نورمالمون هذاك الشيء اللي خاصكم تهضروا فيه خليك. انا الشيء اللي كيقول سي او كيقول ربما احيانا كيثيق، لان غيشوف عندي انا حرقه وانا كنت، لانه ما نساوش رئيس الجلسه سي شطيبي ادريس شطيبي هو ماشي في الاغلبيه، الناس واخا يشوفوا لك كتاب اصل البرلمان راه ماشي في الاغلبيه، انه هو كرئيس الجلسه هو الاتحاد الشراكي اللي مرتبط في المعارضه، هذا واش يتهم الأغلبية بأنها فوق القانون. هو التدافع ممكن يكون إيجابي، ولكن مخصوش يكون تدافع لأنهم هما خصام في نهاية المطاف. نعم. هذا أغلبية وهذا معارضة، وحتى لو كانوا في الأغلبية كل واحد حزب كيدافع على ألوانه وإيديولوجيته ومرجعيته ومشروعه المجتمعي والسياسي، غير ما يكونش تنابز ولا تدافع ولا غوات مراد هكاك للإساءة الآخر ولا باش رفع الأصوات وصافي، ولا للتنظير يكون نتمنيت هذه المعركة اللي كاينة البارح تكون حول أزمة كلية الطب والصيدلة اللي مغلقة دابا عام ما كيقراوش، تمنيت هذه المعركة اللي كاينة ما بين الأغلبية والمعارضة ولا من بين البرلمان والحكومة تكون حول أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم الحمراء اللي تكلمنا عليها البارح وصلت 140 و150 و160 درهم. تمنيت أن هذه المعركة هذه اللي كاينة اليوم تكون حول الأدوية اللي في السوق المغربية والتغطية الاجتماعية والصحية اللي كاينة، حول الأزمات اللي كيعيشوها المواطنين وعندها أثر اجتماعي، إنما باش يظهر شكون الأقوى، شكون البطل، شكون اللي فاهم العملية السياسية والبرلمانية، شكون الأكبر واش البرلمان ولا الحكومة، شكون الأقوى واش حزب الاتحاد الاشتراكي بحمولته التاريخية التي لن يجادل فيها أحد، ولا حزب التجمع الوطني الأحرار بقوته الحالية التي أيضا لن يجادل فيها أحد، لأنه هو اللي جلول في الانتخابات شاء من شاء وأبى من أبى، حتى وكان كان هذا حزب يسمى تاريخي وهذا حزب يسمى إداري وهذا حزب يسمى قوي وهذا حزب يسمى بأنه لا يملك نفس القوة السياسية، ولكن هذه معطيات موجودة اليوم. نعم. الأسمى وأنه تكون معركة، وأقولها معركة ماشي غير نقاش، أن تكون معركة وبهذا الصوت وبهذا الحجم وبهذا الحدة وبهذا التدافع، لكن في قضايا الوطن والمواطنين ماشي في صراعات وخلافات لن أقول تافهة ولكن جانبية، ولن نجني منها شيئا، لأنه معركة بحال هذه ما استفدنا منها في الأخر والو. نعم. خير المطاف كريم، يعني راه كاين قانون داخلي تما في مجلس النواب خدامين به، دونك راه كما قلتي ما غاديش نبقاو نتناقشوا في شي حوايج اللي ثانويين، نتناقشوا في شي حاجه اللي مهمه، شي حاجه اللي البلاد واقفه عليها والشعب واقف عليها. نعم.